لا لا وجوه تعذوب ما يبقاش باب لا فرحانين بزاف 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 وما تصوفش فرحة كبيرة وما كتوصفش ومبروك علينا بحيث المغرب غير في اسبانيا عاش المغرب وعاش محمد السادس المواطنين كاملين. كنت متوقع انهم غير يربحوا؟ انا كنحب المغرب وكنحب بلادي وبيبان المغاربه فين كانوا في العالم الاوروبي ولا الدول العربيه الله يحييهم. واش كنت متوقع انهم غير يربحوا؟ اه كانت عندي احساس بدل المغاربه غادي يربحوا كانت عندي احساس. قولي لي انا كيحسب لي المغرب بزاف وعارفه بلي غيربح. انت عارفه بلي غيربح؟ شنو الاحساس ديالك من بعد الفوز؟ انا بزاف الحمد لله المغرب تحتنا كاملين. كنت متوقع انهم غير يربحوا؟ بزاف حيت المغرب غلب اسبانيا كانوا كيقولوا مستحيل يغلبوهم. انت متوقع انهم غيفوزوا؟ لا ما كنت متوقع غادي يفوزوا. مبروك المغرب مبروك مبروك. فرحتي شنو الاحساس ديالك؟ الحمد لله الله ينصر سيدنا. انت متوقع انهم غيربحوا؟ الواه حنا حنا معاهم. الله يحفظك الله يحفظك الله يرحمك. انت متوقع هذا الفوز؟ واه اش بكل حال؟ واه بزاف واه بزاف. ايوا حضرة اجي فرحة كبيرة وما كتوصفش ومبروك علينا وديما ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. انت كتوقع انهم غيربحوا؟ هما لعبوا مع فرق صعاب ولكن الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. حنا فرحانين بزاف 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 وما تصورش الفرحة ديالنا بحالاش. انت كتوقع هذا الفوز؟ صراحة ما كنتش كنت خايفة بزاف والحمد لله ربي ما خيبناش وكنتمنوا ان شاء الله ندوا كأس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي شنو هو الإحساس ديالك؟ الاحساس ديالي واحد الفرحه كبيره بزاف وبزاف وتنشجع المغاربه يربحوا ان شاء الله الدور الثانيه زعما يربحوا وان شاء الله توفيق لهم. قبل هذه المباراه كنتي كتقولي انهم غيربحوا اليوم؟ واه كنت حاسه كنت حاسه يا رب. اكد اكد ان شاء الله. الله منين خدينا منين ربحنا السبنيوم ان شاء الله دابا غادي نديو كاس العالم ان شاء الله. اليوم على شويه قولي لي شنو الاحساس ديالك من بعد هذا اللي فوز؟ فرحانة بزاف والمغرب ديالنا من طنجة حتى للقويرة وحتى بلادنا حنا تاعنا حتى هي دايرة والله يعز المغرب. الله يحفظك. صراحة فرحانة بزاف لحقاش المغرب يربح وكنا كنتمناو المغرب يربح. كنت متوقعة يعني كنت أنا وغيرك؟ كنت متوقعة. الله يحفظك. ها البوكوس. إذا نتا لاحظني. فرحانة بزاف بالفوز ديالنا وديما مغرب. قولي نتمناو هاد الشيء ان شاء الله. كنت متوقع انهم غيربحوا؟ عقبال مره اخرى ان شاء الله. الله يحفظك الله يخلي لك هاد البنيت ان شاء الله. شو اسم مواني الفوز وليدي؟ الاحسن فاح غطس. فاح المفرش. فاح غطس رميابة. لا فاح توقع هذا ديابة؟ لا توقع شو الصراحة. عندي شوية بحشة وي 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 معليش ما راه توقعش. المهم اللي فارينا فينا حتى ثياب. المهم ياك. وي ياك. خضار ربي. الاحساس موالي فوق. ما فيهش الاحساس. ما توقعش مريم. هيشان. ما توقعش من المدرب. من المنتخب. اقرار ميشان. توقع. لا لا ولكن ماشي مشكل الاحساس ديالكم صافي. الحمد لله اللهم لك الحمد. فرحتي. ماشي غير فرحتو صافي. الله يحفظك. لا ما كنتش متوقع. اجي 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 هي واخده الاخر قول لي فرحتي. فرحت بزاف. كنت متوقع انهم غيربحوا قبل ما لا ما كنت متوقع كاع حيت انا غير كنضرب البيلاتي الاول صافي حسيت بواحد الفرحه لدرجه تاثرت بزاف كنت كنبكي كاع الوطني. كنت متوقع انهم غيربحوا؟ قلتيها قبل قلتي راه غيربحوا؟ قلت 3-0 واخا انت 3-0 3-0 انت صح من بعد هذا الفوز فرحانة بزاف بزاف فرحانة ديالي وان شاء الله نتأهلوا. كنت متوقع هذا الفوز؟ صراحة ما كنت متوقعة ولكن الزمان الحمد لله والتوفيق ان شاء الله وديما المغرب. الإحساس ديالك ها؟ الإحساس ديالك الإحساس ديالي ما توصفش غادي تكون بونو واللعابة كاملين. قلت لك بونو ولعابة كاملين مرضيين الوالدين وبيبا الكراكي راس لافوكا ماشي ثلاثة تنوي لها الحوالي انتم مني ان شاء الله ذياب. واه خلاص ذياب شحال تدور الوداد ذياب ديما مغرب شو يحفظ عمرك 3-0 في الشقة وبركة غريبة ديما مراكو ربحت البحر المغربي.
كنتي متوقعة هاد الصوت؟ كنت متوقعة من قبل ودابا فرحانة بزاف صافي هادشي غندير واخا وانت الحاسة سلام واش الإحساس ديالك؟ مزيان كنت متوقعة أنا بغي نربحو واه أنا باغي أنا ومي ربحو عطيك الأغلى اللي كانت وليدك السلام عليكم الله يحفظك قولي لي الإحساس ديالك فرحانة فرحانة بزاف كل حال بزاف ولكن كنت متوقعة أنا بغي نربحو ضروري بونا واجي معنا بونا ما رحبوش كلشي معنا كنت متوقعة انهم غير بحو كنت متوقعة كنت كنشجعهم من حالة كنت بونا القيمة ديالي